تفضلوا استريح، تفضلوا استريح، تفضلوا استريح. كل سنة وأنتم طيبين، كل سنة وأنتم طيبين. تفضلوا، تفضلوا، تفضلوا. متشكر جدا، متشكر جدا، متشكر جدا. زغروطة جميلة جدا. مش عايز اخد وقتكم، مش عايز اخد وقتكم عشان قداسة البابا وعشان تكملوا الصلوات بتاعتكم، لكن ابدأ كلامي بان انا اقول لكم كل سنة وانتم طيبين، وان شاء الله دايما تبقى سنة جميلة علينا كلنا، وسنة طيبة علينا كلنا، خير وسلام وأمان ورحمة ونعمة من الله سبحانه وتعالى. مش هطول عليكم يعني، لكن عايز أقول لكم إن إحنا، أنا بتكلم ومن خلال الفرصة دي بكلم كل المصريين، وبقول إن إحنا في مصر يعني بدأنا طريق عهدنا فيه ربنا وعدناكم، طريق عهدنا فيه ربنا وعدناكم، بدأناه مع بعض وإن شاء الله هنكمله مع بعض، مع بعض كلنا. الطريق ده
زي ما بنقول كده وسمعتم يمكن طريق الجمهورية الجديدة اللي تتسع للجميع، تتسع لنا كلنا بدون أي فرق أو تمييز، للجميع نعيش فيها بسلام وأمان مع بعض. وخلي بالكم أنا بقول الكلام ده لكل الناس، لكل المصريين مش لحد بعينه. اوعوا حد يدخل بينا، اوعوا حد يفتننا، لأن ده مش هينتهي. وكل ما هنكمل وهننجح أنا طولت كده. طيب يعني أنا بقول الكلام دوت لأن إحنا في الأيام الجميلة اللي زي دي وإحنا والله بنحبكم، صحيح؟ ف متشكر. ربنا يعيني إن أكون خادم أمين شريف للبلد ديت وليكم، يا رب يعيني على كده. لكن خليني أقول لكم إن زي ما قلت كده إن البلد بلدنا كلنا، تسعنا كلنا، وإحنا لا ده ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيحمي وبيستر. خلي بالكم اوعوا تنسوا إحنا موجودين في بيت من بيوت ربنا، إحنا في بيت من بيوت ربنا، ولازم تعرفوا إن اللي حامي البلد دي ربنا سبحانه وتعالى. دايما ندعوه ونتوسل اليه ونرجوه ان هو يحمينا ويهدينا ويكمل لنا، هو ربنا وبيسبب الاسباب. بيسبب الاسباب. مش عايز اطول اكتر من كده، لكن عايز اقول لكم ان الجمهوريه الجديده دي جمهورية الحلم والأمل، جمهورية العلم والعمل، الجمهورية القادرة وليست الغاشمة، المسالمة وليست المستسلمة. الجمهورية دي هنبنيها مع بعض. أي تحدي، أي صعاب تهون لو إحنا كلنا دايما على قلب رجل واحد، كلنا مع بعض. فكل عام وانتم بخير، ومصر بخير، والدنيا كلها بخير. وكنت اتمنى ان انا يعني اسلم عليكم كلكم واحييكم كلكم واهنيكم كلكم، لكن يعني ربنا سبحانه وتعالى يزيح عنا يعني الجائحه ويحمينا ويحميكم من كل ويحميكم. قدس البابا، كل سنه وانت طيب، كل سنه وانت طيب. انا عايز اقول لكم على حاجه، انتوا ما تعرفوش حجم التقدير والاحترام والمحبة اللي أنا بأكنه لقداسة البابا. صحيح؟ والله. خلي بالكم الرجال بتوزن في المواقف والظروف الصعبة جدا، واحنا مش عايزين نقلب يعني كلام ملوش لازمه يعني، لكن قداسة البابا يعني انتوا كمان تخلوا بالكم منه يعني. كل سنه وانتوا طيبين. سنه طيبه يا رئيس.
أحبها يهتز قلبي عندما يقال مسحا أحبها وحبها وذكرها في فمي يندش ونعت أحبها وحبها يهتز قلبي عندما يقال مسحا أحبها وحبها وذكرها في فمي يندش ونعت أحبها أحبها ونيلها الوسمان في عيني السحر وأحبها وظلها الفينان للأمان فرح وأحبها وحبها لقلبي الهيمان.